سألتني من الإطار التنسيقي، هم الإطار التنسيقي يقولون إحنا الفكرة هذه مال سيد محمد الحلبوسي، لأن هذا أصلا القانون كان موجود ومصوتين عليه الأخوة التيار، والقانون جاهز، 10 نواب قدموا مشروع قانون ومشوا وكملوا. يعني المشروع جاء من السيد الحلبوسي وليس من الإطار؟ مقترح هذا كلام أحد الزعماء، هذا القانون اجى بمقترح السيد الحلبوسي، قال احنا عندنا قانون جاهز ومصوتين عليه التيار الصدري، فاقترحوا 10 سادة نواب ورفع الى اللجنة القانونية، أي. وطبخ وسلق بأيام، واعد، وطبعا اعد في غرفهم في كواليسهم، ما حد قال لنا الله بالخير، ما حد قال لنا عم تفضلوا تعالوا شوفوا هذا القانون شنو رايكم به، ما حد دز علينا. وهذا الموضوع هم اعترفوا به، الحقيقه اعترفوا به اكثر من زعيم من الزعماء الاطار، من وصلنا لهم قالوا احنا ما يعني تاسفوا انه احنا ما حد دعاكم لهذا الموضوع. والله استاذ نجم احنا الحقيقه اليوم أمام أنفسنا وأمام شعبنا إحنا ملزمين أن نقوم بجميع ما يملي علينا ضميرنا ويملي عليه شعبنا. أولا إحنا حاولنا كسرنا النصاب، جمعنا أكثر من 50 توقيع مرة ثانية لرفع هذه الفقرة، حاولنا كسر النصاب الحقيقة، هذه الجلسة الأخيرة للقراءة الثانية حاولنا كسر النصاب، لكن مع الأسف بعض الأخوة يعني أوعدونا ودخلوا، وكان ترى الفرق 7 إلى 8 نواب اللي كملت الجلسه، لذاك احنا ترى من دخلنا الجلسه الثانيه مو حتى يكتمل النصاب يعني. لانه جمعنا 50 توقيع لرفع قبل ما اروح الاستاذ رياض الفقره، فدخلنا اقول لك وصار بعد هو النصاب مكتمل. هم اقول لك بصراحه الوليدات الراحه وصار دفع فلوس ابتدى المشوار، امانه الله يعني هم لا هو ما صور هسه اليوم مال عملية فلوس هاي، لكن اكو عندنا بعض الكتل بهاي الفترة بدأت تميل للإطار الحقيقة وبدأت تحسب على الإطار، لذلك يعني مو ببلاش بين الخجل بين الالتزام مو ببلاش يا سيد السعبري، يعني وقعوا ويانا، وقعوا احنا عندنا 74 توقيع ببلاش هذا الهواء هسه هذا أنا حتى من أكو يعني أتكلم لا هذا أتكلم يعني أكون لازم شفت يعني الحقيقة أنا شهد الله لا شفت ولا سمعت، لكن العملية صارت حرج أنه أنت ملطي التزام شلون تطلع ويا المستقلين اللي شفته يعني هذا، ولذلك بعض النواب وقعوا ويا يعني 74 نعب وقع أي. لكن أكو منهم دخلوا للجلسة يعني، وهذا يبقى طبعا بالمناسبة يبقى هذا مسؤولية طيب. الشعب أن يحاسب النواب اللي دخلوا النواب اللي اختار طيب استاذ حسين انا اشكرك